السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معاكم إيمان. اليوم أبغى أكلمكم عن المنطقة اللي أنا عايشة فيها. خلينا نبدأ قبل ما تعرفوا إيمان. في واحد عدى من جنبي أزعجني وأزعجكم صح؟ أوكي. قبل ما تعرفوا إيمان أباكم تعرفوا المنطقة اللي ساكنة فيها، وأخذكم جولة حلوة كده في منطقتي. أنا ساكنة منطقة ويست مانستر في سنترال لندن. خلينا نبدأ نمشي كده أعرفكم عن المنطقة اللي أنا ساكنة فيها. منطقة ويست مانستر منطقة جميلة في لندن، هي سنترال لندن، كل شيء جنبي. أنا صراحة أعشق هذه المنطقة. إذا احتجت أنك تروح ريستورانت مليانة يعني أو مطعم، فهي مليانة الكثير من المطاعم. هذا مطعم إيطالي جنبنا، ومش فقط مطاعم، هي فيها مطاعم، فيها يعني ستيشنري، يعني مكتبات، فيها سوبر ماركت، أكثر من مستشفى قريبة مننا. يعني UCL هوسبيتال، مستشفى UCL دي مستشفى كبيرة ومتخصصة، موجودة جنبنا على طول، فيها طوارئ 24 ساعة. مستشفى الأطفال نفس الشيء. لما تمشي في منطقتي كل شيء حتلاقيه، تحس انك عايش يعني بالبلدي وسط البلد، وحقيقي تحس انك كأنك ماشي في وسط البلد في مصر. كل حاجة عندك، كل حاجة جنبك. المنطقة مرة جدا جميلة. تعالوا ناخد فيها جولة. الشارع ده اسمه كليبستون ستريت. هذا الشارع اللي أنا ساكنة فيه. لما تخرج من كليبستون ستريت على طول تطلع على الشارع الثاني اللي هو جريت بورتلاند ستريت. طبعا جريت بورتلاند ستريت هذا في لندن ايش اللي بيكون موجود فيه؟ الأساسيات، يعني معروف كده، كل ما تقول اسم الشارع يجيك على طول. طبعا على يمين جريت بورتلاند ستريت يعني اكبر بارك اللي هي ريجنت بارك في لندن. هذه البارك جدا كبيره وجميله وفيها اماكن كثيره للعوائل. لكن اول ما احد يقول لك جريت بورتلاند ستريت في سنترال لندن، جريت بورتلاند ستريت هذا مشهور بالعيادات الخاصه، فيه له اكبر مستشفى نساء وولادة خاصه، وباسم الشارع هذه المستشفى جريت بورتلاند هوسبيتال. لما تمشي في جريت بورتلاند ستريت اخره على اليمين هناك كده ريجنت بارك، برضو ثاني اكبر بارك في لندن، فيها حديقة الحيوانات المشهورة لندن زو، وفيها اماكن كثيرة خاصة بالاطفال وبالعوائل، وكمان خاصة بالسباقات، يعني بيقام فيها الكثير من زي ما بيقولوا مسابقات المدارس، الجري، السبورت دي اللي كل مدرسة في بريطانيا بتستنى آخر السنة عشان السبورت دي. كثير من المدارس اللي هنا في سنترال لندن بتعمل السبورت دي إما في الريجنت بارك أو في الهايد بارك. تلاقي صيدليات جنبنا على طول، صيدليات. الكافي ده بريت، هذا الكافي جدا جميل، انا احبه، يعني هو بالفرنسي اسمه بخيتا موجي، بس هنا بنقول له بريت اختصار لاسمه. طبعا لما تيجي في نص جريت بورتلاند ستريت على اليمين حتخرج على ريجن ستريت، وطبعا على اليسار هناك اخر الشارع حرف تي، اخر الشارع اوكسفورد ستريت. يعني تقدر تقول ان انا عايشة ايه أزعج منطقة فيك يا لندن. الكل قدامي، كل عايز يجي أوكسفورد ستريت، وأنا ساكنة في أوكسفورد ستريت. فقط شفتوا أقل من كم، من ساعة ما خرجت من بيتي أقل من 4 دقائق تكون في أوكسفورد ستريت أو ريجنت بارك. طبعا هنا في هالم ستريت، يعني ده الشارع يعني بنقول عليه شارع هادي، أغلب اللي بتكون فيه أماكن سكنية. طبعا هنا كده ظهر المكان ده في هالم ستريت. طبعا في حاجة جدا مشهورة في نهاية هالم ستريت حفاجئكم بيها دحين وإحنا ماشيين،
طبعا انا عامله فيكو ايه، هذا وقت الرياضه بتاعتي، فانا بمشي وبفرجكم على الشارع في نفس الوقت، يعني بستفيد وافيد. شوفوا كيف المباني التراثيه هنا. لندن تتميز او البريطانيين بصفه عامه، يعني بشوف كل الشعوب لها ميزات، يعني ما ينفع انك ما تذكرها لهم. من ميزاتهم يعني الجميلة المحافظة على التراث، المحافظة على التراث. هذه البيوت يعني لو جيت بعد 100 سنة، يعني اغلب البيوت دي ترى اعمارها جدا طويلة، لو جيت بعد 100 سنة حتلاقي البيت هو نفس الشكل، لا بيجيهم الحب انهم يغيروا شكله ولا حاجة، ليه؟ انهم بيحافظوا على التراث، بيعملوا للبيت يعني إعادة صيانة، بس برضو يرجعوا نفس التراث القديم، يعيدوا البولش وكل يعني يجددوا كل حاجة. بيتهيأ لك إن البيت ده جديد، البيت ده عمره أكتر من 120 سنة. البيوت دي كلها اللي في الشارع ده، لما تيجي تشوف أغلب العناوين اللي مكتوبة عليها أو تواريخها تلاقيها 100 120 سنة، لكن بيفضلوا نفس الشيء، يجددوها، يحافظوا على نفس التراث اللي هم عندهم. حاجي ادخل على اخر الشارع، مش قلت لكم هالم ستريت هذا في اخره، في حاجه حلوه انا بحبها جدا اللي هي مشهوره عندنا زي الاذاعه والتلفزيون بقى كده في مصر، لما تعدي يقول لك انت عديت من عند الاذاعه والتلفزيون. هنا بقى دخلنا على المنطقة اللي بقول أو المبنى اللي بقول لكم عليه، المبنى اللي مشهور طبعا. هتيجي تشوف هنا دي بدايته، وهناك في سكيورتي، طبعا في أمن كتير، لسه مش هوريكم هو قبل ما أوريكم اللي في الطريق. طول ما أنت ماشي هتلاقي اسم واحد من المشاهير، سيدني. بص كايرو، طبعا انا ما مش هدوس على كايرو، دالاس، ديزني. هنا في يعني يا مشاهير يا بلدان، بومبي، ميلان، رياض بلدي، زيوريخ، امبا، يعني كل اسامي بلدان العالم. نيجي نشوف المبنى الجميل، شفتوا مبنى البي بي سي وورد، شايفين كيف المبنى حلو؟ طبعا هذا كل اللي حواليكم يخص البي بي سي وورد، شايفين. وطول ما انت ماشي يا اسماء ممثلين يا اسماء بلدان. طبعا دي في الليل، الانوار دي بتنور في الليل. في مره تانية ابقى اخذ لكم يعني جوله في المساء، هتشوفوا ازاي المنظر جميل والمبنى جدا جميل. طول ما انت ماشي سكيورتي. طبعا احنا خرجنا من هالم ستريت، دخلنا على مبنى البي بي سي. البي بي سي لما تخرجي من عنده ايش بيكون؟ بتخرجي على ريجن ستريت وعلى، بصي هذا كل المبنى جميل جدا، صح؟ مره حلو. لما تخرجي من هنا تخرجي على ريجنت وخلاص بقى على أوكسفورد، شارع الزحمة والدوشة والشوبينج والحاجات الجميلة. بصي دول جايين فرحانين مشترين حاجات، أصل اليوم جميل مشمس، وده يعني من أشهر الفنادق وأقدم الفنادق في لندن، The Langham. دي كنيسة All Souls Church of England، حضرت فيها فرح قبل كده، كان فرح صاحبتي. بص كده ريجن ستريت، طبعا كل ما اجي رايحة على أوكسفورد هتحس الزحمة.
سبحان الله. ده برضو يعني بص الفندق هناك، انا وريتكم بابه، ده كله تبع نفس الفندق لانغهام. لما تيجي بريطانيا احلى حاجه تعملها في الفندق ده مش تنزل فيه، لا تيجي تاخد فيه بريكفاست. البريكفاست عندهم جميل جدا، يعني الفطار بتاعهم جميل منوع وبيراعوا فيه كل الاذواق. طبعا احنا هنا عندنا درجه الحراره النهارده بتاع 8، فالناس حست انها في عز الصيف، كله خرج وخففوا. انا الوحيده طبعا، انا عربيه، مهما عشت في انجلترا هفضل ابرد. هنا كده انا اخدتكم لأوكسفورد ستريت. شايفين هنا الشارع ده بيتفرع منه ايه، ريجنت ستريت. دلوقتي خلص قدام الباص اللي هناك، اقول لك ازاي بالظبط. بصوا التقاطع ده، لما تروحوا على اليمين اوكسفورد ستريت، لو فضلنا ماشيين على طول يبقى دخلنا على البيكاديلي. دي اول جوله ليا معاكم اليوم، ولينا جولات ثانيه، فدي فقط في المنطقه اللي انا عايشه فيها. اذا عجبكم العرض لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير والكومنت. احبكم كلكم، مع السلامه. لا تنسوا دعم القناة باللايك والشير والسبسكرايب ليصلكم كل جديد. مع السلامة.